وننهي بهذا الخبر الحزين بالساحة الفنية والثقافية ببلادنا، حيث توفي اليوم الفنان التشكيلي الحسين طلال، أحد أبرز الأسماء في الفن التشكيلي المعاصر بالمغرب، عن سن يناهز 80 عاما. الراحل وهو نجل الفنانة التشكيلية الراحلة الشعبية طلال، اشتهر بأسلوبه في رسم لوحات ما سمي بمجموعة السيرك المنسي، وجمع الحسين طلال بين التلقائية والرسم بدقة إبداعية عالية. تابع الورقة مع حمزة أيت مسعود. لسنوات ظل فنه مرآة تعكس استثنائية تجربته الخاصة، وبصم من خلال لوحاته الفن التشكيلي المغربي والعربي، لامس الشهرة والنجومية عبر أعماله التي تنطق جمالية بينما يظل هو صامتا. الحسين طلال إلى دار البقاء بعد رحلة طويلة طبعت خطواتها الأولى نجومية أم فقصيت شهرتها عنان السماء. كان للحسين دور في نجاحها بعد توليه لحدود وفاتها مهمة إدارة أعمالها، قبل أن يواصل رحلة نشر الفن على طريقته الخاصة بلوحات تختزل جمال ألوان اختارها شاهدة على تجاربه الخاصة تترجم وجوها لكل منها حكاية وحده الحسين يعلم أدق تفاصيلها. بعد 18 سنة على وفاة الشعبية طلال، يصل قطار الحسين طلال محطته الأخيرة، مودعا ساحة الفن التشكيلي المغربي وتاركا وراءه مجموعة أعمال فريدة ستحكي لا شك قصصه من بعده.